طالب على الدكاترة. قبل سنتين كان صدري يوجع. صار نغزات في القلب هو. عملت عملية قلب 15/11/2015. العملية كلها في يومك. أنا كل شهر براجع بيعملوا فحوصات الدكاترة. وجود المستشفى في العقبة سهل كل إنسان في القرى يعتني بنفسه ويراجع المستشفى هذا يطمن على صحته. الخاصة صار في تطور كبير عند العقبة. ولكن الحاجة زادت في منطقة العقبة لمستشفى أكبر. طبعاً هذا المستشفى تم إنشاؤه بدعم من الصندوق الكويتي. طبعاً إحنا قبل هذا المستشفى إحنا كنا في مستشفى الأمير هيل الحسين من 1977. مستشفى الأمير هاشم ابن عبد الله الثاني تم افتتاحه في 2013. طبعاً هو مستشفى حجماً أكبر بعدد أسرة أكبر تجهيزات. صارت معي مشكلة أكيد راح يؤدي لبتر فيها. هكل بتستفيد في جهاز ما في منه بالأردن بالمملكة غير هون. بس عندنا تخصصات كتير، الماستر في السكري، ماستر في الكريتيكال كير مثل الأطفال، الآي سي يو، التوليد. وسووا لي إياها ودخلوني على جهاز الضغط العكسي، بتر أي إشي. نحن في عنا حالات كتير من الحالات مستعصية اللي كان ممكن إذا ما نعملها الإجراء الصحيح والسريع في الوقت المناسب كان ممكن تتهدد حياتهم. رجعت 20 يوم. الدكاترة كويسين ووفر علي جهد، والمشي كان عندي ممتاز، والنوم ممتاز، وكل شيء ممتاز بعد ما جرت العملية. لأنه إذا كان هذا المستشفى مش موجود كانت رح تكون معاناة كبيرة، إنه ممكن نبعتهم لعمان لمناطق كتير بعيدة. كانت رجلها توجعها، وواحدة قصيرة وواحدة طويلة. الشفاء 3 أشهر قاعدة في المستشفيات بعيد عمان، يعني ما نقدر نطلع ونجي، صعب علينا يعني نترك عيالنا أولادي وأروح على البشير، صعب علي والله كثير، ما بترككم وأروح يعني. والمرضى توقفين معنا كويسين والدكاترة. إن شاء الله تكون حياتها طبيعية. شفاء صحيح شفاء؟ نشكر طبعاً إحنا الصندوق الكويتي اللي دعم وساعدنا لفتح هذا المستشفى حتى نغطي ونساعد جميع المحتاجين لأي رعاية طبية في هاي المنطقة الجنوبية. يعني المستشفى اللي إحنا فيه الآن أكيد أعطى شعور بالأمان والاطمئنان للناس اللي تيجي وممكن إنها تقيم في العقبة